وصل المسلسل إلى نهايته في الحلقة 154 بسبب فيروس كورونا. إليكم ملخص الحلقة الأخيرة. لقد حاصر ياجز كوراي وأدخله السجن وتأكد من خروج يوشاري أسطا. بعد علمها بما حدث، تحاول راضية إيذاء إيلول للانتقام. نرمين وياجز ينقذان إيلول من يدي راضية. يتم إطلاق سراح يوشار من السجن، وأخيراً يتم الكشف عن كل أسرار الماضي. تم توقيع السلام بين العائلتين وتم لم شمل إيلول وياجز أخيراً. من غير المعروف ما إذا كانت اللعبة التي لعبها سعدت وجولسوم وفرات ودينيز لتوحيد ميرزا وليلى ستنجح أم لا، لكن ليلى ذهبت بالفعل إلى المحامي وتقدمت بطلب الطلاق. عندما يلتقي ميرزا وليلى وجهاً لوجه، سينكشف كل شيء. هل سيكون هذا اللقاء بداية جديدة أم نهاية بالنسبة لهم؟ يواجه ياجز وإيلول بعضهما البعض بعد فترة طويلة دون أن يكون هناك سر واحد بينهما. هل سيتمكن ياجز من إقناع إيلول، التي لا تزال خائفة من كوراي، بأنهما سيجتمعان مجدداً؟ من ناحية أخرى، تذهب نرمين إلى المحقق الذي رأته في الماضي بسبب شكوكها بشأن ملاك ورازية. علمت نرمين أخيراً أن ابنتها الحقيقية هي إيلول. سيكون الأمر متروكاً لميرزا مرة أخرى لجمع عائلته المشتتة تحت سقف واحد. عندما يكون فرات وجولسوم على وشك مغادرة المنزل، يبذل ميرزا قصارى جهده لمنعهما من المغادرة. ومع ذلك، فقد ميرزا ليلى أيضاً. إنه محرج جداً تجاهها، وفي الوقت نفسه، يواجه ميرزا أيضاً المشاعر التي كان يتجنبها حتى الآن. معتقدين أن ميرزا لن يتخذ أي إجراء، لدى سعدت وجولسوم وفرات خطة. مع اقتراب يشار من الموت في كل دقيقة، تحاول إيلول دفع تكاليف جراحة والدها. من ناحية أخرى، يحاول ياغيز العثور على آثار السيارة الزرقاء التي صدمت يوشار. يتخذ أوزان الإجراءات اللازمة لمعرفة من قام بإعداد اللعبة التي تسببت في انفصاله عن أسلم. تعود ذكرى جولد وتخبر أوزان أن أسلم بريء. يجد برسين الرسالة التي تركها كان على باب أسلم. يشار في المستشفى. يقول الطبيب إن الأمر يهدد الحياة وأن العملية الجراحية تحتاج إلى 300,000 ليرة. تقول إيلول إنها ستجد المال. يذهب ياجز إلى مكان الحادث ويجد الطفل الذي أخذه يشار إلى إيلول ويعطيه إلى إيلول. عندما تعلم إيلول أن والدها قد سامحها، تجد السلامة ولو مؤقتاً. بينما تنتظر برسين زواجها من أوزان بفارغ الصبر، يسعى أوزان للحصول على رسالة غير متوقعة. هل سينتصر يشار في معركته من أجل الحياة بعد الحادث الذي تعرض له؟ فهل سيحقق كوراي الذي تركها وسط الشارع هدفه؟ بعد أن يخسر عدنان القضية، يقرر قتل يشار الذي يحمل له ضغينة. قام بتعيين كوراي لهذا الغرض. على الرغم من أن كوراي لا يريد ذلك، إلا أنه مجبر على فعل ما يقوله عدنان. يضرب يشار بسيارة. يترك كان رسالة مجهولة المصدر على باب أسلم. يجد أوزان هذه الرسالة التي تفيد بأن كان آسف جداً وأن أسلم بريء. لكنه لا يستطيع أن يفهم من تركها. برسين مستعد للزواج. تشعر جولد أن هناك شيئاً غريباً في زواج برسين وأوزان. بينما يهتز أوزان لخبر حمل برسين، فهو لا يعلم أن هناك تحضيرات لحفلة في منزلهم. بينما يملأ انتصار يشار على عدنان الجميع بالبهجة، تصل الرسالة أخيراً إلى صاحبها الشرعي. فاتح على وشك أن يقرر أنه بحاجة للتخلص من كان الذي كان يخفيه منذ أيام. كوراي يخبر إيلول أن الطفل هو طفله. يبدأ الشك بالسقوط على إيلول. بفضل دعم يشار ياجز، فاز بالقضية ضد عدنان. تعلم إيلول أن ياجز ساعدها. برسين تظهر لأبيها ووالدتها أنها حامل. عالقاً في الزاوية، يقبل أوزان أن يتزوج من برسين. وفي الوقت نفسه، أسلم مهتم بجوليدا، راضية
التي علمت أن طفل إيلول من ياجز تضع خطة جديدة. تلاحق جولد ما تتذكره قطعة قطعة. تبدأ بيرسين في تنفيذ خططها واحدة تلو الأخرى لإقناع أوزان بحملها. تبدأ أسلم العمل كمقدمة رعاية لجولد. جولد تحبه كثيراً. تحاول بيرسين أن تثبت لأوزان أنها حامل، لكن أوزان الذي وجد اختبار الحمل يعتقد أنه اختبار أسلم ويستنتج أن أسلم حامل. بينما كانت راضية على وشك الإعلان عن والدي إيلول ويغيز الحقيقيين في العشاء الذي دعت إليه الجميع، علمت أن إيلول حامل من ياجز. قررت أنها بحاجة إلى إجهاض الطفل. يسار يلكم عدنان ويغضب بشدة من إيلول بسبب ذهابها إلى ذلك العشاء. بعد ترك وظيفتها في المدرسة، تتخذ أسلم خطواتها الأولى لبدء حياة جديدة مع والدتها. بينما يحاول أوزان استعادة ذاكرة جولد، فإنه يبحث أيضاً عن شخص يعتني بوالدته. تكتب إيلول رسالة لتتركها لطفلها الذي لم يولد بعد. تعتقد راضية أن الوقت قد حان للكشف عن السر الكبير الذي تحمله. حقي يختطف نرمين ويتركها لتموت في منزل منعزل. ينقذه إيلول ويأخذه إلى المستشفى. نرمين تطلب منه ألا يخبر أحداً بهذا الموقف. تفتح جولد عينيها وتخبر جيفت أن أسلم بريء. يريد أن يرى أوزان. بينما تحاول جيفت إعادة أوزان وأسلم إلى المنزل، يعلم فاتح أن جولد قد أفاقت ويعود إلى المنزل ويخنق جولد بوسادة. لكن جولد لا تموت. يعود إلى الحياة بتدخل أسلم. وعندما أفاق، كانت ذاكرته وقدراته العقلية قد اختفت إلى حد كبير. تذهب أسلم إلى منزل أوزان لجمع أمتعتها من أجل الانفصال عن أوزان تماماً. يشعر أوزان بالقلق على جولد ولا يطيق الانتظار لإعادتها إلى المنزل. بينما تتألم نرمين من ألم إنجاب طفل، يلاحظ ياغيز التغيير فيها. زيارة إيلول لأصدقائها ستجعلها تشهد حدثاً غير متوقعٍ. يقبض إيلول وياجز على كان ويحضرانه إلى المحكمة، لكن كان يهرب من قاعة المحكمة بمساعدة فاتح. طلاق أسلم وأوزان. نرمين تسعى وراء أبنتها. يصلون مع راضية إلى رجل يدعى حقي يعيش في منزل عائلة يشار القديم. الرجل الذي يقول إنه سيكشف مكان الفتاة مقابل 100,000 ليرة يحضر نرمين إلى القبر. راضية منعت نرمين من الوصول إلى إيلول. جولد تفتح عينيها. بمجرد أن يفتحه يقول لنفسه أن أسلم بريء.